حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان التيمي حدثنا الضحاك خال بن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقط صوتا فقالا لي ألقه فأبيت. فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقط 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها. فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب قالا حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل. ثم دخل خريبة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله. قال
ارجع بها لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها. ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر، قلت لا والذي أكرمك بالحق. قال فلم يفن آخرها حتى مات. حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب. فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا.